عمرك كنت تصدق او تصدق ان قشر اليوسفي او السفندي او اليوسف افندي بيعمل على تنشيط البنكرياس وبيقوم بافراز الانسولين وبيخفض نسبة السكر في الدم وبيخفض الدهون الضاره والكوليسترول؟ اه لو انت نقعتيه وشربتيه، بس هقولك ازاي بالطريقه على الخلايا السرطانيه الخبيثه. ويعد من اكتر واحسن الفواكه اللي بتحتوي على مركبات على هذه المركبات المضادة للسرطان، ما فيهوش نسبة الدهون الضارة ولا الكوليسترول، ودي حاجة كويسة جدا جدا، وفي نسبة بسيطة من السكريات. ده ايه ده بقى؟ ده اليوسفي، اليوسفي او السفندي زي ما احنا بنسميه، زي ما انتوا بتسموه، او اليوسف افندي في مصر والسعودية. حاجة ليه اسامي تانية اسمها المندرين وغيره. ده كله في السفندي، واللي هو موسمه دلوقتي مفيد جدا جدا، ومن الحمضيات اللي زي البرتقال. ده البرتقال، اه ده البرتقال، انما ده السفندي. تمام اهو، ده هو متقشر. طب احنا هنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على ان هو ازاي ليه فوائد لمريض السكري، ومش بس، لا ده بيحفز افراز الانسولين في الدم وبيظبط حاجات تانية كتير هنقولكوا عليها في الفيديو. فياريت ما تنسوش تنزلوا تعملوا تفعيل للجرس وتعملوا لايك للفيديو ده وتشيروه لكل الناس يا ريت، عشان يعرفوا ايه الفوائد اللي موجودة فيه. يلا بينا نخش على طول ونشوف اهميته. لقوا ان هو بيستخدم في علاج كثير من الامراض، بس لو انت استمريت على انك تاخده باستمرار. لقوا ان هو لو انت خدته باستمرار بينقي الدم وبينظفه من السموم والمواد الضاره. لو اكلت اليوسفي بشكل عام بيخلص الجسم من المواد اللي فيه وبيقوي صحه الصحه العامه ويقي من امراض كتير جدا جدا. ليه قدره كبيره قوي على خفض مستوى السكر في الدم، وخصوصا السكر العالي قوي. الفيتامينات والمعادن اللي فيه بتعمل على زيادة نشاط البنكرياس، فالبنكرياس تشتغل أكتر، فبالتالي بتعمل على إفراز الأنسولين. السكريات اللي موجودة في اليوسفي بتخفض مستوى السكر في الدم من خلال إبطاء عملية الامتصاص، عشان كده مش هيرتفع. يعني بمعنى إنك بتاكل سكر صح، هيمتص في الأمعاء. السفندي أو اليوسف أفندي زي ما انتوا بتسموه بيجي عند الأمعاء ويقلل امتصاص الإيه؟ السكريات دي، فبالتالي مش هتزيد في الدم. زي ما احنا عارفين طبعا في فيتامين سي، اه الفيتامين سي ده مهم جدا في الوقاية من امراض السكري وغيره، وبيعالج المضاعفات طبعا. في الفيتامين اللي موجود ده بيحمي بقى من قدم السكري وبيساعد على زيادة مرونة الجلد والتئام الجروح عند مرض السكري. بس هل امشي بس على اليوسفي؟ لا، احنا هنا يا جماعة جايبين حاجة يعني فاكهة وبنقول أهميتها زي أي فيديو بننزله. هل أمشي عليها مثلا وهي العلاج وهي الإله اللي هيشفيني؟ الكلام ده كله غلط. ده احنا بس بنوضح لك ونوضح لك ايه أهمية الحاجات اللي موجودة في اليوسفي دي، وهل مفيد جدا لينا يعني ولا لا. تمام، يعني احنا هنا زي معلومات، فقرة معلومات مهمة جدا. ليه فوائد تانية؟ ان هو بيحسن الدورة الدموية داخل الجسم، يعمل على تنشيط عملية القلب، بيقي من الأمراض والمشاكل المصاحبة لمريض السكري. ليه قدرة كبيرة قوي قوي على زيادة تميع الدم، عشان كده بيحمي من الجلطات. تناول اليوسفي بانتظام لفترة بيعمل على خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم وبيقلل الكوليسترول الضار، عشان كده بيساعد مرضى الكوليسترول على خفض الايه المستوى الكوليسترول الضار اللي عندهم. فبالتالي حلو جدا جدا ومفيد جدا جدا ان احنا ناكله المريض سكر، وناكله الواحد عنده دهون عالية شوية. بيقولوا ايه بقى الكشور بتاعته دي يا جماعة؟ وممكن نشربها ونغليها بعد غليها لمرضى السكر. لقوا ان قشر اليوسفي دي في ليها فوائد كتير جدا جدا جدا. بعض الدراسات اكدت ان ليه قدره، القشر ده يا جماعه القشر، على علاج امراض مرض السكر. بيقولوا ان هو لو غليتيه وشربت ميته
مفيد جدا وهيعالج ان شاء الله. انت عايزه تجيبي نتيجه كويسه من القشره، بيقولوا بدل ما تغليها تحطيها في ميه مغليه، تحطيها في ميه بارده احسن وتسيبيها شويه تنقع. فليها قدره بقى لو جبت بقى الميه بعديها، بس تكوني غسلها الاول. ده لازم تكوني تجيبيها من السوق كده او تشتريها تغسليها، عشان بيبقى عليها تراب وغيره. تجيبي بقى القشر بعد ما تغسليه وتحطيه في ميه. عندك حلين، ان تحطي عليه ميه مغليه وتشربي بقى الميه بعد كده، يا اما تنقعيه في ميه عاديه خالص متفلتره وتسيبيه شويه وبعد كده تشربيه. هيعمل ايه لو غليتيه او عملتيه بالحركه دي؟ هيقلل لك مستوى السكر في الدم، وبالتالي هتستفيدي بيه. ولان القشر مفيد جدا جدا، عارفين الطبقه البيضاء اللي جوه دي مفيده جدا دي. طب ناكلها؟ لا، هي بيقولوا الدراسات لما اتعملت قالت لما تغلي او تنقعي. ليه؟ عنده الياف قويه جدا 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 طبعا. بصوا، غني بالالياف اصلا، تمام. مهمه جدا لصحه القلب والشرايين، وبتقلل الكوليسترول الضار. في مضادات اكسده قويه جدا جدا، بتقلل برضو امراض القلب والشرايين والالتهابات، وبتقلل الاصابه بالسكتات بقى الدماغيه وغيره. في ناس بقى بيستخدموها يا جماعه لان هم يخسروا وزنهم، تمام. ليه بيخسروا وزنهم؟ لان فيه كميه عاليه قوي 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 من الالياف، اللي بتساعد على انك تحس بالامتلاء في المعده والشبع. وهو اصلا قليل في السعرات الحراريه، فبالتالي مش هيخليك تاكلي كتير قوي. بيقولوا ان كل 100 جرام من اليوسفي بيحوي على مكروب من 3 جرام من الالياف. كل 100 جرام منه بيحتوي على 3 جرام من الالياف. عشان كده بيساهم في عمليه الهضم والوقايه من الامساك ومكافحته لو حد عنده امساك او غيره. عشان كده مهم جدا جدا للستات، ان هو احنا بننصحهم بنقول لهم يا ريت تاخدوا 25 جرام من الالياف يوميا، عشان لو حد عنده قولون عصبي، عنده مشاكل امساك وغيره، فده الالياف اللي فيه حلو. بالاضافه في حاجات تانية طبعا مهمه للامساك، وخصوصا مثلا ماده البكتين اللي موجوده في التفاح حلو، والخس والحاجات دي حلو للامساك، تمام. انما احنا بنقول حاجات مفيده عموما. طيب، هل لي دور في تنظيم ضغط الدم؟ اليوسفي مفيد في مساعدة على خفض الدم. ليه؟ لانه غني بمعدن البوتاسيوم اللي بيخفض الدم. عشان كده لو تلاحظوا ان احنا اول ما بناكله بنجري على طول على الحمام. ليه؟ البوتاسيوم اللي موجود فيه دايوريتك، يعني بينزل البول بسرعة، فتاكله من هنا تحس انك عايز تروح الحمام. عشان كده بيقولوا ان هو بيخفض مستوى ضغط الدم كويس. هل هو بيقي من امراض الوحشة يعني سرطانات وغيره؟ بيحمي، لانه في ان شاء الله باذن الله في مضادات اكسدة قوية. هل مهم لعلاج تعفن الدم؟ دي اللي بيعاني منها الاطفال وحديث الولادة، عشان مناعتهم بايظة خالص، فبالتالي فيتامين سي اللي موجود فيه كويس. حتى تلاحظوا دلوقتي يا جماعة، اي حد عايز في الفترة احنا فيها دي كله بقى ياخد ادوية رفع مناعة، ويقول لك كل فيتامين، حاجات فيها فيتامين سي، كل برتقان، كل اليوسفي، كل 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 عشان الفيتامين سي ده مصدر رئيسي، لان هو شغل المناعة ويزود قوتها. طب هل ليه فوائد لصحة العين؟ طبعا ليه فوائد، وخصوصا عنده فيتامينين الف وسي، فيتامين اي وسي. بتقلل بقى اللي هي فقدان النظر وغيره. مفيد للشعر، لانه فيه فيتامين الف. فيتامين الف ده يا جماعه لو اي حد عنده تساقط شعر اسالوه كده لازم ياخد فيتامين الف، هو اصلا متوفر لك في اليوسفي فاخده، حاجه كويسه، وبيحمي بشرتك من الجفاف وغيره. بيحتوي على فيتامين بي 12، عشان كده فيتامين بي 12 ده مهم لصحه الشعرايه، مهم للخلايا العصبيه، لو عندك انيميا، لو عندك شعر ابيض، عندك اي مشاكل، يعتبر عنصر رئيسي هو فيتامين بي 12، فبالتالي هو بيحتوي على فيتامين بي 12. فياريت تداوموا عليه وتاكلوه كمصدر كويس للشعر. بس هل هكسر منه؟ لا، لو خصوصا المشاكل، لو حد عنده مشاكل في الكلى، عنده مثلا املاح او غيره، يخلي باله، يخلي باله هو بياكله، ويشرب ميه كتير بقى، وان شاء الله هو مفيد. يعني الاختصار كله هو مفيد لمرض السكر والضغط والكوليسترول وحاجات تانية كتير زي ما احنا قلناها في وسط الفيديو. ياريت بقى بنشكركم على انكم تابعتونا لاخر الفيديو. شكرا جدا جدا ليكم. ما تنساش اللايك والشير